شهدت المنامة توقيع اتفاقية لتعزيز الاستقرار المالي في مملكة البحرين بمشاركة دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويقضي الاتفاق بتوفير دعم لتعزيز استقرار المالية العامة ومواجهة عجز الموازنة لدى مملكة البحرين من خلال المساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكية. تم الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي بالمنامة، وذلك بعد توقيع مملكة البحرين الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى عام 2022، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وكذلك وزراء المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ونتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الكبير إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات، انطلاقاً من أسس وحدة المصير المشترك وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة. طبعا نتمنى ان هذه الدعم الخليجي بلا شك سيكون في مصلحه مملكه البحرين، بيساهم بشكل كبير في تقليل الدين العام من الناتج المحلي مقارنه بالناتج المحلي. طبعا هناك اجراءات، اعتقد هذه الاجراءات كلها بتصب في مصلحه البحرينيين. موضوع الاقتراض الحكومي راح تقل نسبه الفائده مالته، طبعا راح تحقق امر اخر، او الاتفاقيه هذه راح تحقق امر اخر وهو استمرار تنفيذ البرامج التي تخدم المواطنين. يأتي التوقيع على برنامج التمويل المالي لمملكة البحرين من قبل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وكذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيدا على العلاقات الأخوية المشتركة التي تجمع ما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة، وتعزيزا لاستقرار الميزانية العامة لمملكة البحرين من جهة أخرى. زينب عباس لتلفزيون دولة الكويت، المنامة، البحرين.